الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، مرحبا بكم اليوم في ماشين كوزين كوماما، مطبخ أمي. إن شاء الله تكونوا لاباس بخير الكل. اليوم رح نعمل غوصات مليحة وبنينة بزاف بزاف الفخيكاسي التونسي، غوصات تاع خرجات تاع رمضان تاع الصيف تاع بيكنيك كيما تحبوا، بنينة يحبوها صغار وكبار. ألوغ عندنا الوصفة دي، عندي لهنا كيلو فارينة، عندي عظمة، عندي ثلاثة مغارف زيت تورنوسول ولا زيت زيتونة كما تحبوا، نص مغرف سكر كبيرة، ولهنا عندي مغرف كبيرة ملح ما يعادل 20 غرام، ولهنا عندي كوب دو ليفيوغ فخاش. اللي ما عندهاش نجم تعمل زوز مغارف ليفيوغ ساش ولا، ومن بعد تخلطها مع شوية ماء مع نص مغرف سكر وتخلط مع جميع لي زانغريديان. فوالا نبداو على بركة الله. بسم الله، ومية كيلو دفارين، لهنا عندي الفارينة تيك هون سايف، نحط لهنا السكر في جهة، نحط جيمي ان كويير دو سكر، ان ديمي كويير دو سكر، une cuillère de sel, 3 cuillères à soupe d'huile, tournesol ou sinon l'huile d'olive comme vous voulez. Là on a des almonds, un œuf, un chili, je le mélange un petit peu. Le cube de levure, sinon 2 cuillères à soupe levure sèche. Voilà, diluer d'abord dans un petit peu d'eau. Voilà, on la met comme ça. Et là, je vais mettre dans le pétrin. Vous pouvez, et je vais dire que c'est un normal qui m'a déroulé que ça. Là, je vais le mettre dans le pétrin. نخليه يعجن قريب 5 دقائق، ما ما يتلم دابور. لا جي 500 مليلتر دو تيانت، اون با ميتر بيتيت ا بيتي، اون با فوار جوسكا او اون با ساريتي او جو راجوت سا ديبا لا فارين. درك عندي 500 مليلتر ماء دافي، درك نلحق بشويه بشويه ونشوفو تهز الماء كل ولا نلحق. جي عجينة كيما هكا، هاكا لها درك نشوفها لا كانت عجنت وجات ناقصة ولا لا. زدنا عجينة شوي، درك أنا عجينة 5 دقايق بالبيتخان، وانتوما كي تعود في قصعة اللي ما عندهاش البيتخان تنجم 5 دقايق وسي ولا وي 8 دقايق تعجنها بالماء اللي قلتلها وتجيكي على القوام هذا طرية هكا. وانا تجي كيما هكا، درك انا عجينا 5 دقائق ونرجع لك. كيما هكا طريه وما تلصقش بزاف، هاك شفتوا البول بروبر، وها هي طريه خلاص يعني باش في ساعه تخمر، كي تعود يابسه ما تخمرش. هزت لي 500 مليلتر الماء، الماء بخي 500 مليلتر دو جات. فوالا خذات لي انفيرون 8 مينوت، 5 8 مينوت. فوالا تجي عجينة كيما هاك، فوالا هاك طرية وليس، كي تجيك مليس كيما هاك صايي متعجنوش بزاف بزاف.
فوالا تجي هكا ما تلصقش وطري. درك نحطها تخمر 40 مينوت يا اخي. سا ديبون الشتاء ولا الصيف، كي تضاعف الحجم تاعها صاي كيما حنا درك الحال بارد، نخليها انفيرون 40 مينوت 40 حتى 45 مينوت، ونغطيها بالفيلم ونبداو ان شاء الله نديرو البطاطا. وبح لهنا عندي بطاطا هزيت كعبة 4 كعبات كبار وسينو 800 غرام، وقصيتهم كيما هكا طروف، غسلتها دو فوا جيلي لافي دو فوا جي انلوفي لاميدون، نحيت النشا تاع هذاك غسلتها. ودركا نحط لها الماء ما عادي باسكو راح نطيبوها نشرشموها. فوالا زيد لحق شويه un peu de sel. شويه كركم باش تعطينا اللون الاصفر هذاك المليح هكا جوست شويه هكا كركم et poivre et le sel et un petit peu d'huile. On fait les hakka. Je vais essayer. Et là, on va, je vais laisser cuire. Qu'elle commence à bouillir, je vais voir combien de minutes elle prend. Il ne faut pas qu'elle prenne beaucoup de temps. Presque mes cuissons. Après, elle continue de cuire. Qu'elle n'ait pas le main. Voilà. Tout à l'heure, je vous dis combien de temps elle a pris. لهنا البطاطا اللي صفيتها خليتها من 4 لـ5 دقائق، بعد كي يبدا يغلي الماء احسبوا 4 لـ5 دقائق وطفيه وتصفيهم في صفايه كيما هكا وتخليوها تسرته وتبرد. دركا راح نعملوا لاصوص تاع الهريسه. نحطوا لهنا الهريسه. بسم الله. نحطوا عليها شويه فلفل اكحل، ان بو دو بوافر، رشه بركه، ان بو دو سيترون، شويه قارص باش تجي هكا زيما فينيغريت. نحي الوحده هذيك. نحطوا شويه ملح، بدو سال رشه خفيفه. انا عندي الزيت هذايا تاع السلاكيس، فرماج دو سلاكيس هذايا فيه بزاف لي زيغ بيتو بنين على الكيف. انا ساعات نحطو كي يعود عندي نحطو خلط به لا 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 فينيغريت. اللي ما عندهاش تنجم تعمل زيت زيتونه ولا زيت تورنوسول كيما هذا مفوح مليح. صافي نستغلو زيد شويه ما باش نحلو الهريسه. فوالا نخلطوها برك شويه. اللي ما عندهاش الزيت هذاك تاع الفرماج ما كان حتى مشكل، تعملي شويه زيت تورنوسول ولا الويل دوليف. دايوغ جو لحق شويه زيت زيتون. فوالا يفوق تكون جاريه. فوالا نخليو هذه على جنب. لهنا عندي راس بصل فخي راح نقصو باش نحطو في نص لافارس. اللي ما تحبش البصل عادي تنجم تستغنى عليه، انا نحبو في الساندويتشات. نقصو هاد الطروف صغار. لهنا عندي 7 طماط نقصهم سي طروف، طيب مليح الاصفر تاعكم هذاك، شرشموهم في الماء ولا كي يبردوا تقصوهم. هذه 7 طماط
بديت نعمل كانشيتي صغيره كما نقولوا 500 غرام كود فارينه، وتنقص 4 عظمات ياسر. هاي لبة تاعنا كيف خمرت، بسم الله. عدات 45 مينوت جي ليسي روبوزي، 45 دقيقة. هبطها هكا، نديرها هكا نقسمها على زوز، نعمل لكم زوز طرق زالي فوار كيفاش تجي، وانتم خيروا الطريقه اللي تعجبكم. خليها هذه دوكوتي، توهيو هكا طبخي. كي تحبوهم كبار ديروا الفاصون هذه، كي تحبوهم الصغار ديروهم بالقالب هذوك نعطولك. بلا نلموهم هكا ونديروهم دي بتي بوندي. تجي مقفوله مليح من تحت، بعد نحطهم في القالب بالبلاطو. كي تلصق لكم العجينه ولا حاجه تجي طريه بزاف تاعكم، نجمو تحطوا شويه فارينه باش ما تلصقش في يديكم ولا حاجه. هكا شويه فارينه تنزلوا عليها هكا شويه، ولا بالقراص هكا. والعجينه الثانيه نجمو نديروها كيما هكا، نحطو شويه فارينه باش ما تلصقش مش بزاف، وتحلوها بالقراص ومن بعد نقصوها بالقوالب. نقصو بقالب كيما هكا، ولا عندي هذا اوفال. قصوا مليح باش من بعد ما تجبدش العجينه. شوفوا الطريقة اللي تعجبكم اللي تجي فاسيل. فوالا دوك نحي انا هذا ونعاود العجينة هذه، نحطوهم تحت سرفيات.
فوالا نكمل انا نحط هذم في البلاطو ونغطيهم ومن بعد نبداو نطيبو مع الاولين اللي بديناه هاتو بالا. فوالا حطيت درك على الزيت في الوحده في المقله يفو الزيت بزاف تحطو يفو تاعو مع الكعبه تاع الفريكاسي دو دا. ولهنا انا كيما كملت الاخرى جيت نشوف من با 5 دقائق الاولين هذو اللي درناهم هم خمروا ديجا صافي من با 5 مينوت تستناو عليه وتبداو كيما تكملوا تبداو بالاولين اللي درتو بهم وكما سافاك لي بروميير كنا فيه. فوالا نهزهم هذاك حاجه هكا بسم الله الزيت سخن مسخنش بزاف حطيت زعما هذه باش نشوفها تفشفش كي يبدا هك يغلي في الجناب تبداو تحطو زعما زيد يسخن شوي وانا درك نحطو الاخرين تشعلوش النار قوية قوية بزاف يبدا الكشكيش هكا بشوية تخليهم كيما هكا نحط عليهم شوية زيت سخون باش يتنفخو زيت بلوس هذما لي يحبو ياكلو بزاف يديرو هذما كبار لي يحبو دي بوتيت بوغ لي زانفون يعملو الاخرين صغار فوالا كملنا الفريكاسي تاعنا قلينا الكل هاهو جا على الكيل ما شاء الله. لهنا عندي البصل هذاك اللي قصيته قبيل البهنه البطاطا والعظام وهذا الزيتون وهذا كورنيشون هذايا الخيار رقيق هذاك مصبر والثوم والهريسه دابا نبداو ان شاء الله نبداو بهذا جاو خفاف شوف ما شاء الله ما كانش البابا بزاف نحسب طشطه نحطوا الهريسه الساعه كل واحد من بعد واش يحب يحط يحط كما بنتي انايا عندي واحده ما تحبش العظام الوغ تحط كلش غير العظام ما تحطش كل واحد ولقوتي من بعد بسم الله انا نحط شويه بطاطا نزيدولها شوية عظام هاسي لي زونيون خي شوية بركة ونكملو بالثوم نحطو كورنيشون بو سا دون ان بو دو كروستيان تحبوا تحطوا الهريسه من فوق تحطوا هكا فيلي د الهريسه هكا زوز كعبات زيتون فوالا هذا الفريكاسي تاعنا ان شاء الله شهيتك في الجنه الصيف جايه سخانه جايين لي سورتي ان شاء الله في رمضان نسيت نجمو تعملوه انا شوف ماهوش خلاص معجن اي غير على الكيف
ensuite habou le bébé bzaf fih un peu de pâte لداخل vous laissez un petit peu plus que 1 cm كي تقرصو طلعوا un petit peu de la pâte. فوالا لي فريكاسي تاعنا كملناهم جاو ما شاء الله بنان وخفاف وجات كميه ما شاء الله بها ونقول لكم ابوني فو في لاشين فرانشمان كومونس ا مونتي غراس ا فو اي نسيتي با لايكي بارطاجي بين الحباب باش تعم الفائده ان شاء الله ونقول لكم السلام عليكم مع غوسيت خلاف ان شاء الله سلام.